إخوة والأخوات مناضلات ومناضلي التجمع الوطني الأحرار، الإخوة المتعاطفين مع الحزب، وأنتم كثيرون عبر ربوع المملكة، الأخوة كذلك لي بلوغور تويتر الفيسبوك، مرحبا بكم وأنا سعيد بهذا اللقاء معكم عبر هذه القناة. بلادنا كتعيش واحد المرحلة متميزة من التاريخ ديالها، تجمع بالطبع ساهم 33 سنة في البناء، لكن له طموح كذلك في البناء أكثر للاستجابة لتطلعات وانتظارات المغاربة ديال اليوم. والمغاربة ديال اليوم المطامح ديالهم واضحة داخل عالم منفتح، فيه كذلك منافسة من نوع جديد، فيه كذلك تأثيرات من نوع جديد، فيه كذلك نقاشات حول أي عالم نريد غدا. لكن نحن نعرف ما نريد، نريد مغربا طموحا له موقع في جهته، قادر بأن يكون بأن يلعب دورا دائما متقدما في المناخ الذي يعيش فيه، ولكن مغرب اللي المغاربة كلهم عندهم كيتوفروا فيه على كل الإمكانيات اللي كنطمحوا لها، التعليم، الصحة، السكن، الطرق، الماء، الإمكانيات بالنسبة للشباب باش يطوروا الأداء ديالهم باش يساهموا في التنمية ديال المجتمع ديالهم. بغينا مغرب كذلك للنساء كيلعبوا فيه دور أساسي، هذا نصف المجتمع، والدور ديال النساء في بناء الجيل الجديد اللي خصو يكون جيل ديال الحرية، جيل ديال الطموح، جيل اللي عنده رغبة باش يجعل من بلادنا بلاد اللي قادرة باش تواكب وتساير العصر ديالنا والعصر كذلك ديال الأجيال المقبلة. هذا طموحنا المشترك، وكنظن بأن هاد الشبكة اللي تخلقات هي أداة باش يكون حوار مستمر فيما بيننا وفيما بينكم. احنا في حاجة إلى آرائكم، في حاجة إلى انتقاداتكم، في حاجة إلى اقتراحاتكم. هذا هو الثقافة اللي على أساسها كان بنيو هذا الحزب، حزب الانفتاح على كل مكونات المجتمع، حزب اللي كيأمن بأنه بدون ثقة وبدون كذلك الجدية في العمل وحب الوطن من الصعب أنه نتجاوزوا الصعوبات اللي كتواجهها بلادنا. هي صعوبات موضوعية، لكن هاد البلاد وهاد الشباب وهاد الجيل اللي هو جيل طموح يقدر يقدم الكثير عبر المساهمة ديالو، عبر الآراء ديالو. احنا بنيتكم أداة للتعبير وتفعيل كذلك الآراء ديالكم والمقترحات ديالكم والتصورات ديالكم باش نكونوا حزب اللي كيتماشى معكم وحزب اللي كيترجم عمليا الانتظارات ديالكم. شكرا لكم، وأتمنى أن يكون لقاؤنا دائما مستمر ودائما في تجاوب منفتح. وتجمع الوطني الأحرار هو حزب الانفتاح وحزب كذلك التواصل.